يسميها زوارها جزر المستقبل، ويطلقون عليها قدوة العالم أو جزيرة النار والجليد لتميزها بمياه جوفية ساخنة وبأحجار سوداء وبشلالات طبيعية ومناظر ساحرة. إنها أيسلندا، دولة يقطنها حوالي 335 ألف نسمة، ويعيش فيها حوالي 2000 مسلم يلتحمون فيما بينهم في وقف أيسلندا الكبير بريكيافيك العاصمة. تحويل المسجد إلى مؤسسة وقفية هي فكرة جيدة، لأنها تجعل من المسجد مؤسسة لها مداخل ولها موارد، وتستطيع أن تسير نفسها بنفسها، بخلاف بعض المساجد التي تقوم على جمع التبرعات خلال صلاة الجمعة أو في خلال المناسبات. ففكرة الوقف هذه فكرة جيدة، وهي فكرة ينبغي أن تتطور وأن تشمل جميع المساجد في أوروبا، لأن المسجد يحتاج إلى أوقاف، يحتاج إلى موارد، يحتاج إلى مداخل، والوقف هو الذي يحقق هذه المسألة. أول مرة أنا أشوف مسجد جميل زي هذه، أول مرة. يعني في إيطاليا في مساجد كثير، لكن قال لي زي مسجد حلو زي هذا ما فيش. بني هذا المسجد سنة 1997 ليكون دار أو مدرسة للموسيقى ومعهد لتعليم الموسيقى، وكذلك لإقامة الحفلات للسكسفونية الأيسلندية. هم كانوا 37 شخص هم الذين بنوا هذا المكان، وبطريقة رائعة وجميلة صراحة. وبعد ذلك تحول من معهد للموسيقى إلى أصبح معهد، وأصبح دار أصبح مطعم، وكذلك تقام فيه الحفلات والأعياد والمناسبات بالنسبة للأيسلنديين، إلى غاية سنة 2011 بداية 2012 واشتري ليتحول من معهد الموسيقى إلى مسجد تقام فيه الصلوات ويذكر فيه الله عز وجل. يوم الجمعة يضرب مسلم أيسلندا موعدا مع بعضهم بالوقف الكبير الذي ساهم منذ نشأته في لم شمل المسلمين من بقاع أرض الطبيعة. يوم الجمعة كيكون عيد للمسلمين هنا بأيسلندا، حيث يفيدون بكثير منهم باش يحاولوا ما أمكن أنهم يصلوا صلاة الجمعة ديالهم ويمارسوا العبادة ديالهم أسبوعيا، وكتكون زي مثل الوضع اللي كيكون في المسلمين في بلاد الأصلية الأم. يأتون مختلف الأجناس، إخوان وأخوات يريدون أن يدخلوا في هذا الدين من مختلف الأجناس كما قلت، يعني إما إسبان أو فرنسيين أو إيسلنديين، يعني كيحاولوا ما أمكن أنهم يشوفوا هذه المعلمة هذه وكيجون هنا وكيعلنوا الإسلام ديالهم. هنا بلد أجنبي، فنحن نصلي يعني الإمام عندما يخطب الجمعة باللغة العربية، الأخ هنا يقوم بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية، لأن أغلبية المصلين يعرفون الإنجليزية أكثر مما يعرفون اللغة البلد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن
لكما من الجنة فتشقى. المسجد الطبيعة الهندسية له كي طريقة يعني التسويق إن صح هذا التعبير للمنتوج الديني فيه هو منفتح، وبالتالي هذا انفتاحه يعطي اللمسة يعني السمحة وذلك البصمة البيضاء لنقاء الإسلام ولصفائه، وكيف يمكننا للمسلمين أن يتعاملوا مع غيرهم في بلاد المهجر حيث لا يكون ذلك الإسلام الذي يرهب والذي يخيف. وهذه أشكال النمطية كثيرة موجودة في بعض بلاد المهجر، لكن الشكل ديال هذا المسجد الذي هو وقف في الأصل انفتاحه على جميع حتى على الأطياف السياسية وعلى الأطياف الدينية الموجودة. أيها الإخوة الكرام، إن الشريعة الإسلامية شريعة قائمة على الرحمة، وبعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت رحمة للعالمين. تناولت في خطبة اليوم مقاصد الشريعة الإسلامية وصلتها بفقه التعايش، حيث بينت أن الشريعة الإسلامية قائمة على الرحمة، وأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت رحمة للعالمين. كما تناولت ما ينبغي القيام به في هذه البلاد من خلال التعامل مع غير المسلمين، وتناولت بعض القضايا المتعلقة بفقه التعامل مع غير المسلمين، ولا سيما جانب الأخلاق وجانب المعاملات، حيث إن ديننا الإسلامي الحنيف يحث على العدل في المعاملة مع الآخرين. إيسلندا يعني في حاجة إلى دعاة يبين للناس التدين الصحيح الذي يرتكز على الفهم الصحيح والتنزيل السليم لأحكام الشريعة الإسلامية. لما بنيجي على صلاة الجمعة صبح نتحول بنحس نفسنا نحن في مسجد من مساجد الدول العربية، الخطبة بالعربي، الناس اللي حواليك بالعربي، يعني شيء ممتع صلاة الجمعة، سبحان الله شيء جميل. وإلى جانب الأنشطة الغنية، يسهر الوقف الإسلامي الكبير على توفير مدرسة لتعلم اللغة العربية، وكتاب لحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ الدين الإسلامي لفائدة الأطفال المسلمين وغير المسلمين أيضا. هنا نعلم الأطفال اللغة العربية ونعلمهم المبادئ الإسلامية من قيم وأخلاق وتعاليم إسلامية، وبعض الشرح للآيات القرآنية، وبعض الشرح للإسلام أو مفاهيم الإسلام. نقوم أحياناً ببعض الرحلات للأطفال، ومثل تحفيظ القرآن أيضاً، وأحياناً مسابقات، نقوم ببعض المسابقات للأطفال. يوجد أجناس مختلفة من الأطفال، يعني مغاربة، سوريين، عراقيين، تركيين، موزمبيقيين، إسبانيين، مسلمين، إيسلنديين. معظم الأطفال يعني يتكلمون اللغة، ليس العربية بس الدارجة يعني بالبيوت. بالنسبة للأطفال الآخرين يعني يتكلمون لغتهم الأجنبية، بس يعني بالمسجد تكون لغة موحدة، يعني اللغة العربية كلهم يعني سواء. المدرسة عندنا مفتوحة للجميع، لجميع الجاليات، عندنا المغاربة وعندنا غير المغاربة. أما بالنسبة للجالية المغربية خاصة، فعندنا تقريبا حوالي 20، ما بين 20 و 30 طالب مغربي الذين يحضرون باستمرار إلى المدرسة. نعلمهم اللغة العربية والثقافة المغربية في بعض الأحيان، وكذلك في المناسبات والأعياد نقوم بتعليمهم في التعليم اللغة العربية وتعليم القرآن الكريم يومين في الأسبوع، السبت والأحد. وكذلك نقوم ببعض مسابقات للفتيات في الطبخ
ونقوم لهم بأيام ثقافية كالمبيت في المسجد. ليس كل الآباء لهم الهم تعليم أبنائهم اللغة العربية، أو بمعنى آخر لم يصلوا إلى هذا المستوى أنهم يعرفوا هذا الخطر، أن أبنائهم إن لم يعلموهم اللغة العربية في الصغر سيندموا عليها في الكبر. لا شك أن مسلمو أيسلندا يدركون معنى الصوم، حيث يصومون حوالي 22 ساعة ويفطرون ساعتين فقط في فصل الصيف. ماذا فعل الوقف الإسلامي الكبير لتوفير موائد إفطار للصائمين؟ الوقف يقوم طيلة رمضان بالإفطار اليومي في المسجد، إفطار وسحور، بحيث أن الصائم يأتي قبل المغرب ويطلع بعد الفجر. فالوقف يوفر هذه الخصوصية لعدم توافر طول الوقت، بحيث الناس أنه ممكن تذهب إلى البيت تأكل وترجع. لهذا قرر الوقف أنه يقوم بمائدة مستديرة طيلة شهر رمضان، ويكون الإفطار والسحور متواجد في هذه الساعتين. تمثيلهم للإسلام بأحسن صوره ترك وقعا جيدا في نفوس الراغبين في التدين، وهو الأمر الذي استقطب الكثير من الأصلنديين لدخول الإسلام. الإسلنديين هم يخشون عشان زيارة يشوف كيف الإسلام يمشي في المسجد. يعني الحمد لله هم جات أنا قل إسلام إسلامك، قال لي إسلامك حلو، لأن في البيت الله ما فيش حد يخش بتاع سباتة، تعرف سباتة؟ ما فيش حد، كله هؤلاء سباتة اللي غادي، عشان هم كله فرحان يعني، بلي إسلام يعني نزيف يعني. أيسلندا هي مثال للعالم لتأمين طاقة صديقة للبيئة لإنتاج جنة خضراء استقطبت مغاربة وعرب من بقاع العالم يطمحون للحفاظ على هويتهم الإسلامية وتحقيق الاستدامة في بلاد أقل ما يقال عنها جنة فوق الأرض. فهل تحلم بزيارة أيسلندا؟